أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية مايك ديواين أن السلطات الصحية بالولاية ستغلق مراكز الاقتراع للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية اليوم بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا. قال ديواين أن هذا الوقت الذي تواجه فيه أزمة صحية عامة غير مسبوقة، فإن إجراء انتخابات سيعرض طاقم الاقتراع والناخبين لخطر صحي غير مقبول بالإصابة بالفيروس. هذا ومن المقرر أن تجري ولاية أريزونا وفلوريدا وإلوناي انتخاباتها التمهيدية اليوم الثلاثاء، بينما ستؤجل ولاية جورجيا لويزيانا اقتراعاتها التمهيدية المقررة الشهر الجاري والمقبل إلى مايو ويونيو المقبلين. للمزيد من المتابعة عبر الهاتف من واشنطن ينضم إلينا سيد أمير نبيل مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. نعم أستاذ أمير، إذا يبدو أن هناك إجراءات احترازية مشددة تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية مما أدى إلى تأجيل الانتخابات في بعض الولايات وإجرائها في وقت آخر وإغلاق أيضا مراكز الاقتراع في بعض الولايات. تعليقك أستاذ أمير، وأهم ربما الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت. وفي الحقيقة طبعا ده بيأتي بعد إجراءات على مستوى القومي التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء إعلان حالة الطوارئ العامة أو بعض التدابير الاحترازية التي أعلنها بالأمس. وطبعا هناك صلاحيات يعني تأتي بالنسبة لحاكم كل ولاية حسب ما يرى فيما يخص الاستجابة لمخاطر فيروس كورونا، التي يعني تختلف التدابير التي يتم اتخاذها، ولكن في العموم هي تدابير يرى من خلالها حاكم كل ولاية أنها التدابير الأفضل حسب الوضع، يعني حالة المناخ والحرارة في كل ولاية، إذا كانت ولاية تتجه إلى الحرارة الأعلى أو الأقل، وحسب حالة حجم السكان وتعداد السكان، وحسب يعني اعتبارات كثيرة تجعله يقوم بإجراء إجراء الانتخابات أو عدم أو تأجيل إجراء الانتخابات. وهذا هو السر ربما في تأجيل ثلاث ولايات هي كنتاكي وكما ذكرت حضرتك جورجيا وأيضا ولاية أوهايو عدة أسابيع، كل ولاية حسب ما ترى، وولايات أخرى ثلاث ولايات يعني قررت إجراء هذه الانتخابات التمهيدية ديمقراطية، نظرا لان طبعا هناك يعني حاله من بعض التزاحم النسبي الموجود في مراكز الاقتراع، ما يدعو الى العمل على حمايه المواطنين. وطبعا ما حدث في اوهايو وخلاف بين حاكم الولايه وبين القضاء، لانه طلب في دعوى قضائيه ان يتم تاجيل هذه الانتخابات ولكن القاضي رفض، فلجا حاكم الولايه الى اعلان حاله الطوارئ الصحيه، وهذا يصب في صلاحيه. عن اي ولايه نتحدث هنا استاذ امير؟ عن ولاية أوهايو. يعني الخلاف القضائي أو الخلاف مع المحكمة كان بشأن يعني إجراء تأجيل الانتخابات، القضاء رفض تأجيل الانتخابات التي من المقرر إجراءها اليوم. إذا ما الإجراء الاحترازي الآخر الذي سيتخذه حاكم ولاية أوهايو؟ هو حاكم ولاية أوهايو في البداية أو منذ مساء أمس أعلن حالة الطوارئ الصحية، ومن ثم سيتم إرجاء الانتخابات لهذا السبب حفاظا على مصالح المواطنين وصحة المواطنين حسب ما يرى كحاكم في الولاية. هذا الأمر تركه الرئيس ترامب لحاكم كل ولاية لتقدير الأمر. حاكم الولاية التي نتحدث عنها هو حاكم جمهوري ينتمي إلى حزب الرئيس الأمريكي. صحيح. وهذا يعني المسألة تتعدى الحزبية حسب ما أعلن أيضا ترامب في ذلك، هو مسألة وطنية وفيها قدر كبير من تكاتف الشعب الأمريكي والعمل على يعني الاستجابه لاحتواء مشكله فيروس كورونا. ويعني حاول الرئيس ترامب يعني طمانه الامريكيين من ان وضع الولايات المتحده يعني افضل نسبيا من وضع اوروبا، لان اتخذ اجراءات مبكره في العمل على يعني احتواء الفيروس ويعني عدم التنقل وعدم السفر ووقف الطيران في كثير من المطارات وهكذا يعني. والطيران حتى الداخلي والرحلات الداخلية وهكذا، كل شيء أصبح محدد ومقيد في الوقت الراهن.
لكن طبعا الوضع في أوروبا كان أسوأ يعني، ونتمنى طبعا هذه المشكلة يتم احتوائها نعم قريبا صحيح. إن شاء الله. طيب أستاذ أمير، في هذا الصدد يعني هناك بعض الولايات التي قامت بتأجيل الانتخابات التمهيدية التي كانت مقررة الشهر الجاري، على سبيل المثال ولاية جورجيا ولوزيانا، وقامت بتأجيل هذه الانتخابات. هل قامت بتأجيلها إلى أجل غير مسمى؟ لا طبعا، هي بعض الولايات أجلت لشهر يونيو، يعني أجلت مثلا 11 أسبوع، وبعض الولايات أجلت حتى شهرين 8 أسابيع، وبعض الولايات أجلت لفترة مماثلة. يعني هذا الأمر يعني يصب أيضا في إطار المسموح به قانونا لتأجيل الانتخابات الديمقراطية التمهيدية، يعني لأنه طبعا إجراء هذه الانتخابات على مدى طويل يعني سيؤثر على أداء الناخبين بشكل أو بآخر حسب الأوضاع السياسية وتطور الأحداث. فطبعا الانتخابات التمهيدية الديمقراطية كان من الأفضل بالنسبة للمرشحين وبالنسبة للحالة السياسية في البلاد أن يتم الانتهاء منها، لكن طبعا جت ظروف فيروس كورونا أثرت نعم على صحيح. ذلك. بعض الولايات رأت أنه التعجيل في إجراء هذه الانتخابات، والبعض الآخر رأى يعني نظرا لظروف محلية خاصة بها تأجيلها، ولكن يعني لأجل محدد يعني. نعم، ماذا إن لم يتم ربما احتواء هذه الأزمة على الزمن القريب أستاذ أمير؟ يعني ماذا سيكون الوضع إذن في هذه الولايات؟ وطبعا المأمول إنه يتم احتوائها، لأنه الفترة الزمنية الخاصة المتوقعة لفيروس كورونا حسب ما أعلن الرئيس ترامب أمس إنه قد يتم احتوائه حتى أغسطس القادم. الحسابات يعني تدخل فيها مسائل طبية، مثلا المسائل المناخية والوضع الحراري والمناخي في الولايات المتحدة، يتم يعني هناك زيادة في ارتفاع في درجات الحرارة يأتي ابتداء من الشهر القادم أو الشهر اللي بعده القادم، وفي بعض الولايات يكون درجة الحرارة أعلى بكثير من ولايات أخرى، يعني نظرا للمساحة الشاسعة للولايات المتحدة. في الجنوب مثلا في كاليفورنيا أو في الغرب موجود درجة حرارة أعلى، فربما يكون الاستجابة أسرع والاحتواء أكبر وأسرع يعني، وبينما ولايات هذا أخرى من في منطلق الشمال يعني ما تم تداوله أن الحرارة المرتفعة تعمل على احتواء الفيروس أو على قتل الفيروس على المستوى القريب. هذا صحيح. نعم. يعني الخريطة الجغرافية للولايات المتحدة تسمح بقرارات متنوعة ومتفاوتة بالنسبة لاحتواء المرض، لكن رئيس ترامب وضع شهر أغسطس الشهر الثامن من العام كحد أقصى ربما لذلك، في ظل طبعا وجود يعني حالة من التسارع في البحث عن لقاح لمقاومة فيروس كورونا على مستوى كافة جامعات الولايات المتحدة المتقدمة جدا طبيا، في مساعي للحصول على لقاح يقاوم الفيروس، ومن ثم يعني وضع هذا في الاعتبار بالإضافة للأوضاع الاستراتيجية والمخزونات السلعية والبضائع وهكذا، والتوعية الجماهيرية ومحاولة استجابة الجمهور والمواطنين كلهم في منزله، البقاء في المنزل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كل هذا يعني نعم. يصب في إجراء أو ما القرار الذي اتخذه الرئيس. في ذات السياق أستاذ أمير، يعني إرجاء هذه الانتخابات التمهيدية حتى ولو كان إرجائها إلى زمن محدد، هل من الممكن إرجاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل عام بسبب إرجاء هذه الانتخابات التمهيدية؟ طبعا هذا السيناريو سيء للغاية، لا يأمن فيه الأمريكيون على الإطلاق، لأن طبعا فترة الرئاسة ال4 سنوات لا يجب أن تمتد أكثر ولو يوما واحدا، يعني الانتخابات تجري في 3 نوفمبر، الرئيس يتولى في أواخر 20 يناير، يعني نعم، ولكن يبدو يعني كما يتم القول أن مصائب قوم عند قوم فوائد أستاذ أمير، يعني من المحتمل ربما إجراء هذه الانتخابات الرئاسية وبالتالي يكون هناك فرصة لدونالد ترامب للبقاء لزمن أطول حتى ولو كان يعد بشهور، حتى وإن كان أيضا أتحدث عن من سيفوز في هذه الانتخابات التمهيدية من الحزب الديمقراطي للتحضير لجدولهم الانتخابي بشكل أطول. وأظن أن لدى الولايات المتحدة بدائل أخرى غير تأجيل الانتخابات، هو اللجوء إلى الانتخاب الإلكتروني والانتخاب عن بعد والانتخاب بوسائل متطورة حديثة، يتم حتى في ظرف ساعات قليلة إجراء هذه الانتخابات واحتواء هذا المسألة، حتى ولو كان المسألة لها علاقة باستمرار تفشي الوباء.
كما ذكرت حضرتك هو سيناريو غير مرغوب فيه بالنسبة للولايات وبالنسبة للحاكم وبالنسبة للنظام السياسي الأمريكي على الإطلاق، لأنه غير مسبوق، وطبعا فيروس كورونا غير مسبوق أيضا. لكن هم يضعوا السيناريوهات ويعني يضعون لها حسابات منذ الآن، يعني ماذا لو حدث كذا ستكون الاستجابة بهذه الصورة. نعم، هذا من جانب. من جانب آخر، يعني إن كنت تتفق مع قاله بعض المحللين السياسيين أستاذ أمير، أن هذه أو هذا الفيروس، فيروس كورونا، أو هذه المحنة التي يمر بها العالم، وتحديدا أيضا أتحدث هنا كوننا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، تضع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في امتحان إذا كان يستطيع السيطرة على هذا الفيروس داخل نطاق الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ أمير، هل تتفق أو تعترض؟ معلش السؤال ليس واضحا، ممكن؟ نعم، سؤالي إليك أن بعض المحللين السياسيين عندما كنا نتساءل هنا عن فرص من سيواجه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإن كان يعني دونالد ترامب لديه فرص أكبر أو للفوز في هذه الانتخابات، وإن كان حقق ما تحدث عنه في جدوله الانتخابي عندما قام بالترشح للرئاسة في فترته الأولى، البعض تحدث أن حتى الآن دونالد ترامب لم يستطع ربما أن ينجح في هذا الامتحان، وهو السيطرة على فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هل بالفعل يوضع دونالد ترامب في هذا الامتحان في هذا الوقت، وهو محاولة السيطرة على الفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كونه يعني أول امتحان صعب يمر به دونالد ترامب، وأتحدث هنا عن نطاق الولايات المتحدة؟ يعني وأنا أظن أن الرئيس دونالد ترامب يعني مر بعدة اختبارات على مدار السنوات الماضية في فترته الرئاسية الأولى، منها مثلا خص علاقاته بالدول الخارجية، وتسبب في ذلك اختبار العزل ومحاولة مساءلته، وعلاقاته بروسيا، ويعني الكثير من المشكلات التي خرج منها سالما. نعم. وأيضا تحدث عن مسألة الاقتصاد وقوة الاقتصاد الأمريكي. الرئيس الأمريكي يعني رجل يهتم بالعلاقات العامة ويهتم بالتويتر، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا على التويتر، فيظهر مدى إنجازه في كل القضايا، وأعتقد أنه يعني حظي بتأييد كبير من جانب حزبه ومن جانب بعض. نعم. أو كثير من المحللين أيضا في استجابته بالنسبة لفيروس كورونا. فأظن أنه حتى الآن يرى أنه يعني يستجيب بشكل جيد وبشكل فعال، كون مسألة إعلان يعني الطوارئ الوطنية ويعني إغلاق الحدود والاستجابة السريعة أصلا من أوروبا، كثير من المحللين يرونه يعني استجاب بشكل جيد، وحتى يلوم على القادة الأوروبيين في هذا الإطار. لكن من ناحية أخرى هناك من يلومونه وينتقدونه في أنه كان يجب اتخاذ إجراءات أكثر احترازية. هذا متوقع طبعا من يعني جانب خصومه السياسيين، رغم أنه أعلن أنه هذه المشكلة ليست مشكلة حزبية، ولا يجب الانقسام الحزبي في شأنها، لأنها مشكلة تخص الوطن ككل. فأظن أن يعني استجابته كانت بقدر جيد، ليست بها مشكلات. نعم. كبيرة، وأظن أنه ستكون في إطار إنجازاته في الانتخابات القادمة. هذا من الجانب التحليلي أستاذ أمير. دعني ربما أنتقل معك الآن كمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط لبعض الجوانب المعلوماتية. أكبر المدن ربما التي انتشر فيها فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كيف يتعامل المواطنين الأمريكيين مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل الدولة؟ يعني هو طبعا اكبر ولايه تعرضت في بدايه الموضوع، ولا زالت اظن او يعني كان الناحيه العدديه، كانت ولايه واشنطن في اقصى الغرب، وليست العاصمه الامريكيه واشنطن. ولايه واشنطن يعني ولايه ساحليه وقريبه من المحيط الهادي، وتعرضت لهذه المشكله ربما يعني كان في الفتره في تلك الفتره كان في تردد لبعض الصينيين القادمين، يعني من ايضا يشتركون في الحدود البحريه او يعني الساحل البحري على المحيط الهادي او المحيطات او الحدود البحريه عموما يعني، وكان يصلون الى واشنطن وفي مدينه سياتل، فكان هناك الكثير من حالات الاصابه الموجوده. ولكن بعد تبين الامر وبعد يعني تفهم أن الصين المشكلة تتفاقم فيها، تم العمل على السيطرة على الوضع في هذه الولاية. انتقلت بعد ذلك إلى بعض الولايات الأخرى من خلال حرية التنقل الموجودة بالفعل طبعا ما بين الولايات، ولكن يعني كان هناك يعني
دقنت نواقيس الخطر بالنسبه لكافه الولايات، واتخذت الولايات المتحده والاداره الفيدراليه الامريكيه كافه التدابير الاحترازيه لاحتواء الفيروس بشكل يعني قوي وبشكل حمائي بالنسبه للمواطنين، بالاضافه لمساله التوعيه. النقطه الاساسيه هنا التي يجب ان ننبه اليها هو توعيه المواطنين ووعي المواطن الامريكي بالفعل للتعامل مع هذا الفيروس، وحرصه على الاستجابه لكافه التفاصيل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الموجوده، ومن خلال البرامج الاعلاميه، ومن خلال الصحف، ومن خلال برامج التوك شو. الكثير يعني الكل يتحدث حاليا عن فيروس كورونا، والكل يتحدث صحيح. عن مساعي الوصول الى اللقاح، ولا نتحدث كثيرا عن الخسائر الناجمه عن ذلك، لان صحه المواطن وحياه المواطنين هي الاولى بالاهتمام في كل الاحوال، والمفروض ان تكون كذلك في كل الدول. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا. كنت ضيفي عبر الهاتف من واشنطن سيد امير نبيل، مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لك.